مرحبا بكم على قناة أنوار بوست. أكدت الصحيفة البريطانية ديلي ميل أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستطلب الطلاق من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك فور خروجه من البيت الأبيض حسب ما أفادت صديقة مقربة من ميلانيا. وأشارت الصحيفة نقلا عن صديقة ميلانيا ترامب وهي أماروزا مانيجولت نيومان أن زواج ميلانيا من ترامب الذي دام 15 عاما قد انتهى، وأضافت تعد ميلانيا كل دقيقة حتى يخرج زوجها من منصبه لكي تحصل على الطلاق، متابعة إذا حاولت ميلانيا التخلص من الإذلال المطلق وغادرت أثناء تولي زوجها منصب الرئاسة فسيكون مصيرها العقاب. وذكرت الصحيفة نقلا عن ستيفاني وولكوف المساعدة السابقة لميلانيا التي تتذكر مشهد بكائها عند فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية عام 2016 أنها لم تتوقع فوزه أبدا، مؤكدة أن ميلانيا ظلت مقيمة في مدينة نيويورك لمدة 5 أشهر ولم تنتقل للإقامة مع زوجها في العاصمة واشنطن، بمزاعم منها أن نجلهما بارون في حاجة إلى إنهاء دراسته هناك، مؤكدة أن ميلانيا كانت تتفاوض على اتفاقية ما بعد الزواج لمنح بارون حصة متساوية من ثروة ترامب. وادعت وولكوف أيضا أن ميلانيا ترامب وزوجها ينامان في غرف نوم منفصلة داخل البيت الأبيض بحسب وصفها. عزيزي المشاهد، هل تعتقد أنه كان زواج مصلحة أم شيئا آخر؟ لك الكلمة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.